اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تتمة للفيديو السابق. الفيديو السابق كنت شاركت معكم الشقة اللي كان وقعنا الاختيار عليها، واليوم غادي نشوفوا اشنو غادي ناخدو، يعني التجهيزات ديال هاد الشقة. يعني خاص كل شيء من الأول حتى للتالي. غادي نشوفوا الثلاجة، غادي نشوفوا التلفازة، كاين آلة ديال التصبين، كاين الشوفو. المهم غادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله في هذا الفيديو. كنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. نتمنى تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو، وفرجه ممتعه. خدينا التلفازه من مرجان هي والشوفو، شحال حنا كنقلبوا، يعني مشينا لمحل اخر، مشينا ما خلينا فين مشينا، يعني كندورو هنا وهنا. والله الا عينا الصراحه ماشي سهل باش توجدي الدار، باش تاتيها من كل حاجه، يعني صعيبه بزاف. هنا والاخت ديالي يعني عينا الصراحه، ولكن من بعد غادي نرتاحوا. كي قلت لكم خدينا التلفازه وخدينا الشوفو، اما الثلاجه والاله ديال التصبير ناخدوها من محل اخر ان شاء الله. ما صورتش يعني من داك المحل، ما صورتش، لقيت الازدحام، خليتهم حتى للدار ان شاء الله ونشاركهم معكم. اما دابا غادي نشوفوا هاد الجهه فيها المرآة، غادي نتقاسم معكم هاد المحل هذا، حتى هو جاي في الشارع، يعني راه معروف المرآة عنده داك الشيء واعر، الديكورات واعرين، كيدير لك النقاش اللي بغيتي، اي حاجه قلتي له غادي كيصوبها. المهم خدينا حنا وحده من بعد نشاركها معكم. واخيرا سالينا، صافي دابا غنمشيو للشقه نشوفو شنو غنديرو. اول حاجه غنبداو بها شي تسييقه فاعله تركه للدار، نسيقوها ونتسناو داكشي غادي يجيبوه. هما كيتكلفو كيجيبو كلشي، يوصلوا لك حتى للدار، وديك الساعه غادي يركبوا كل حاجه في موضعها. هذا هو المطبخ اللي كتشوفوا معايا. لابلاك درناها في الجهه هذه، يلا جبنا المعلم باش تقبل هذيك الجهه باش حطيناها. وهاد لوكوما غنديرو فيه الثلاجه هاد الجهه، وهاد لاتيغاس سقفناها بالحديد او لا الفير فورجي باش وسعنا هاد لاسباس، دخلناه للكوزينه باش لا بغينا نديرو شي حاجه نستغلو ديك الجهه. صافي المهم الدار راه كتقشع، ضربنا لها التسييقه فاعله تركه، واخا من بعد تولي توسخ ماشي مشكل، ديك الساعه نوليو ينجفوها. آلة الصابون يمكن غادي نديروها في هاد الجهه، لان هنايا كاين القادوس وكاين داك الجعابي ديالها وكاين الضو، وهنايا الثلاجه وشوفوا الله كلشي غادي نصورو وكلشي غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. فزك سروالي مضروبه يا نعلمه. ودابا راك التمره من بعد ما سيقنا وسالينا، عاد التمره جايه ديال الحفير وديال المهم. هذا شوفوا بحال اللي كنت خديت انا 80 نيترو نفس الماركه، خديناه من مرجان هي والتلفازه، يعني بجوج خديناهم من مرجان. هاد التلفازه والله الا غير زهر، كنا كنقلبوا على 55 بوس ال جي، وواحد السيد هو اللي صيفطنا قالنا راه كاينه وحده غادي نشوفها لكم الا عندكم الزهر، والحمد لله لقيناها. الا بغيتو الثمن ديال التلفازه اولا تشوفوا اولا اي حاجه خديناها خليوها لي في التعاليق. ودابا غادي نشوفوا الا ديال التصبين فين غادي نديروها، كنقولوا مره نديروها في الكوزينه، مره كنقولوا نديروها برا، ومازال ما قررناش. المهم هاد الا التصبين ماركه سيرا ديال تركيا، ما خديناش من مرجان، خدينا من محل اخر هي والثلاجه. شكروها لنا بزاف، قالوا لنا هاد الماركه مزيانه بزاف، وخديناها وغادي نجربها وان شاء الله غير نخدموها، نقول لكم الخدمه ديالها كي دايره ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نركبو شوفو، وغادي نشوفو هاد الجهه اللي على برا في هاد لاتيغاس هادي او هاد لاكوغ. نتمنى تعطوني الراي ديالكم البنات، شوفوا هاد الفكره اللي طاحت عليا واش معقوله ولا لا. درنا الدجاج ودرنا الحديد فهاد الجهه باش استغليناها، دخلناها يعني في الكوزينه، وسعنا الكوزينه شويه. انتما البنات كي جاتكم هاد الفكره؟ كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم وتعطيوني الملاحظات ديالكم في اي حاجه، يعني الا عجبتكم شي حاجه قولوها لي، ما عجبتكمش يعني حطوها لي في التعاليق.
صافي ركبنا ديك الجاج الحديد، ركبنا الشوفو هو كيسيه. بقات الثلاجه، الماكينه الصبين حطيناها في هذا الكوان هذا مؤقتا، مازال ما قررناش واش نخليوها هنا او لا على برا. كي كتشوفوا معايا الماركه عاودوا لي عليها مزيانه، هذه ديال تركيا، شراوها شي ناس وشكروها لنا بزاف، داكشي علاش خديناها حنايا. دابا حنا درنا باش نخدموها، ولكن مازال ما قررناش واش نخليوها هنايا في مره. صافي التلفازه حتى هي ها هي ركبناها. شنو بقى لنا دابا؟ يعني ركبنا التلفازه اللي على برا وركبنا واحده هنايا. نسيت ما قلت لكمش على البولات وعلى التريات ولي زابليك، داكشي كله حنا خديناه، يعني كل شيء جبنا المعلم هو اللي ركبنا الضو، يعني المكانه ضد الضو، المكانه ضد الماء، يعني داكشي زعما كل شيء مصاريف بزاف 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 باش تشري شقه في هذا الوقت. زعما الصراحه خص ميزانيه. البارابول يعني كاينين غير ديك الطفايات هما اللي لقينا، اما الشيء الاخر كل شيء خديناه. الريدو درنا ديال هذيك الجعابي ديال السكه، نوريهم لكم، درنا من الطرف حتى للطرف، واخا الرجم صغير. قلت له انا لا، درنا الريدو على على حسب الحيط كامل. عطي واحد الشغل من الصالون. صافي حنا لينا خدامين شايه وسميتو. صافي نفرشوا هذا الصالون ومن بعد عاود نوريكم الصالون الاخر. وكنتسنى الا كان شي تعليق تحطوه لي، الا كان شي ملاحظات. هذه هي المرايه اللي خدينا، غادي نديروها في هذه الجهه. هذه خدينا على داك السيد، عنده موديلات زوينين صراحه، مازال نديروها في الوسط تعلق في هذه الجهه. هذه غادي نشوفوا الثلاجه اللي يلا جابوها ورصيناها في بلاصتها في المكان ديالها. انتم شوفوا كي دايره من الداخل، شريناها ثلاجه وكونجيلاتور فيها هذيك لي تيغواغ لتحت. نتوما نشوفو كي داير. ان شاء الله دابا نشارك معكم كل حاجه زدناها في الدار، كل حاجه درناها في الدار غنشاركها معكم. يلا معايا تشوفوا مول الفراش، مول الطلامط، يعني قريب لنا، مسافه قريبه يعني نفس العماره. غادي نمشيو نشوفوا الطلامط، نشوفوا شنو غادي نختاروا، الفراش شنو هو. خليكم على فيديو. وهذا هو المحل، رحنا كنتفاهموا معاه، يعني عطانا موديلات، شفنا موديلات وشفنا يعني التليمطات اللي غادي نديرو. في الاول اختارينا هاد الاورانج ولينا غيرنا عاود اللون، غادي ندير واحد اللوين ان شاء الله نتمنى يعجبكم حتى نتوما. الطلامط اختارينا هاد لا كولور هادي في المارون، توب اونتي تاش، يعني واخا كيتوسخ كيتمسح، ولكن الموديل ماشي بحال هذا، يعني موديل متغير تماما على هذا الشكل هذا اللي حاط في عنده هنايا في المحل. ومازال ان شاء الله نشارك معكم فيديو باش تشوفوا هذه الخدمه ديالو، يعني شنو كيخدم عنده في لاطوليه. داكشي واعر، كاين لي كانابي، كاين الفوتويات، كاين بحال هاد الكراسي، كاين صناديق، كاين لي بوف، كاين لي سالامونجي، يعني داكشي واعر واعر بزاف. المرآت، هادشي ديال الفيغ فورجي، ديال الزاج، بزاف الموديلات حطهم. ان شاء الله دابا نحط لكم واحد لا فيديو وصافي. هادشي اللي كاين، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلاي لايك، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، ما تنساوش تحطوا لي التعاليق ديالكم، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله، غتشوفوا كيفاش فرشنا الصالون، شنو هو الشكل اللي درنا، الموديل اللي درنا، واش عجبكم ولا ما يعجبكمش. نتمنى تشاركوني الرأي ديالكم في أي حاجة. نقول لكم تهلاو في راسكم، نشوفكم في الفيديو المقبل إن شاء الله.